أهلا بكم. عجلة العدالة الدولية تتحرك لمطاردة الاحتلال وجرائمه المتزايدة ضد شعب أغزل في فلسطين، حيث بتت محكمة العدل الدولية قبل قليل في إطار جنوب إفريقيا إصدار أمر للاحتلال بوقف هجومه على رفح والانسحاب من غزة، وضمن قضية أوسع لارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية. وطلب محامو جنوب إفريقيا فرض إجراءات طارئة لوقف الهجمات الصهيونية على رفح لضمان بقاء الشعب الفلسطيني. قال رئيس محكمة العدل الدولية إن المحكمة تعتبر الهجوم على مدينة رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان في القطاع، مضيفا أن نحو 800 ألف فلسطيني نزحوا من المدينة منذ بدء العدوان عليها في 7 أكتوبر الماضي. رئيس المحكمة طالب خلال جلسة البتة في الدعوة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة بما يشمل الهجوم على رفح، وطالب الاحتلال بالوقف الفوري لعملياته العسكرية في المدينة، مؤكدا أن الظروف التي أفرزها العدوان الإسرائيلي المتواصل على رفح تفرض تغيير الموقف الذي اتخذته المحكمة في 28 مارس الماضي. حول الموضوع مشاهدينا نرحب من عمان بأستاذ العلاقات الدولية الدكتور بكر البدور، ومن نابلس ينضم إلينا أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد أبو بدوية. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك من نابلس الدكتور رائد أبو بدوية. إذن كما كان متوقعا، محكمة العدل الدولية تصدر إجراءات جديدة طارئة ضد المحتل الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة وبالتحديد على محافظة رفح، ما الذي يمكن قوله بخصوص هذه الإجراءات؟ يعني هو إجراء جديد. المختلف في هذا القرار الإسرائيلي قرار المحكمة أنه يتحدث بشكل صريح وواضح ومباشر إلى وقف العمليات العسكرية على القليلة في منطقة رفح تحديدا، دون التطرق إلى العمليات العسكرية في باقي قطاع غزة. واعتقد انه يعني هذه الصيغة التي اختارتها المحكمة او هذا التوجه الذي قام به المحكمة هذا من شأنه انه يسهل على جنوب افريقيا لاحقا بان تمرر قرار في مجلس الامن الدولي يطالب اسرائيل، على اثر قرار المحكمه يطالب اسرائيل بوقف العمليات العسكريه على رفح، لان الولايات المتحده الامريكيه تقريبا موقفها يتفق مع موقف هذه المحكمه في وقف العمليات على رفح تحديدا. اعتقد انه اقتصار الامر على رفح ووقف العمليات برفح هذا من شان انه يرفع فرص اتخاذ قرار في مجلس الامن لاحقا لوقف العمليات على رفح، وهذا من شأنه طبعا أنه يضغط على الإسرائيليين أكثر وأكثر فيما يتعلق بوقف العدوان بشكل كامل على قطاع غزة، ويجبر الإسرائيليين إلى تقديم مزيد من التنازلات فيما يتعلق في الصفقة القادمة. طيب الدكتور بكر البدور، في ظل كل هذا التداخل السياسي القضائي، كيف يتلقف المحتل الصهيوني هذه الإجراءات الجديدة؟ تحياتي لكم وللضيف الكريم. بدأ واضحا كيف ستتعامل حكومة الاحتلال مع هذا القرار. بالأمس وقبل صدور القرار الأخير من المحكمة، المتحدث باسم الحكومة الصهيونية أعلن عن رفض حكومة الكيان لهذا القرار، وقال بالحرف الواحد أنه لا يوجد قوة على وجه الأرض تمنع إسرائيل من حماية سكانها واستمرار في ملاحقة حماس في قطاع غزة. وهذا رفض صريح ومطلق وواضح وبين، يعني لا يقبل التأويل. هذا هكذا تعاملت حكومة الاحتلال، ولها سجل حافل في التعامل، عشرات القرارات الدولية التي صدرت عن مختلف مؤسسات الأمم المتحدة فيما يخص القضية الفلسطينية، وهناك تعنت صهيوني كبير وحماية دبلوماسية أمريكية غربية تغطي على هذه الجرائم وعلى استمرارها. وكما ذكرتم في التقرير، أمرت المحكمة في 28 أذار الماضي بوقف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، وما زالت إسرائيل ماضية في عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وما زالت تقتل المدنيين الأطفال والنساء بالعشرات.
هناك تعنت وهناك إصرار. إذا كانت الولايات المتحدة تصنف بعض الدول على أنها دول مارقة وخارجة عن القانون الدولي، كان الأولى بها أن تصنف حكومة الاحتلال الصهيوني، فهي كذلك هي خارجة عن القانون الدولي. احتلال منذ عقود طويلة للأراضي الفلسطينية وتحويل حياة الشعب الفلسطيني على أرضه وهو صاحب الحق وهو صاحب الشرعية إلى جحيم، وتقطيع أوصالها ومصادرة الأراضي والاستيطان، كل هذه جرائم حرب وكلها جرائم ضد الإنسانية وكلها مخالفة يعني للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، ومخالفة للمبادئ الأمم المتحدة التي قامت عليها في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وبالتالي هذه سلسلة سيرة طويلة للكيان وحكومات المتعاقبة منذ تأسيسه وحتى الوقت الحاضر في التعامل مع القرارات الأممية والدولية. طيب وبالتالي هو انتك تفضل. نعم، هنا كنت سأنتقل إلى الدكتور رائد أبو بدوية بخصوص هذه التصريحات الصهيونية التي تتحدى كل القرارات والقوانين الدولية، وبالتالي يعني المراهنة الصهيونية اليوم على من؟ يعني هل ستشهر الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هذه المرة الفيتو في حق كل هذه الإجراءات وتحمي هذا المختل في ظل كل الضغوط الدولية والاحتجاجات في الداخل الأمريكي؟ لا، أنا لا أميل إنه هذه المرة إذا تقدمت يعني في جنوب أفريقيا أو أي دولة في مجلس الأمن تقدمت لمشروع قرار يأمر إسرائيل في الامتثال لقرار المحكمة الأخير، خاصة إنه قرار المحكمة اللي صدر اليوم هو يقتصر على رفح. وأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أبدت أكثر من مرة معارضتها لعمليات عسكرية في قطاع رفح، خاصة عمليات شاملة في مدينة رفح. طالما إنه هذا القرار يتوافق مع الإرادة الأمريكية، أعتقد أنه ممكن في هناك فرصة كبيرة لتمرير هذا القرار في مجلس الأمن. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، حتى لو مر القرار في مجلس الأمن، هل ستلتزم في إسرائيل هذا القرار الجديد من مجلس الأمن؟ أنا لا أعتقد أن إسرائيل ستلتزم بهذا القرار. إسرائيل وقيادتها السياسية ونخبها السياسية كاملة والعسكرية أعلنت أكثر من مرة أنه ستستمر في هذا العدوان على قطاع غزة، تستمر في عملياتها في رفح. أعتقد يمكن البناء على هذه القرارات الدولية حقيقة، البناء في المجتمع الدولي من أجل استخدام أدوات سياسية اقتصادية عسكرية ضاغطة على الكيان الإسرائيلي. شفنا كيف هناك تحركات أوروبية جديدة فيما يتعلق في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا يشكل أداة ضغط سياسية على الإسرائيل. قد تلحق دول أخرى وقد تلحق قرارات أخرى. شفنا كيف بعض الدول قطعت علاقتها التجارية بالكامل مثل تركيا مع الكيان الإسرائيلي. أعتقد قرارات المدعي العام المتوقعة أو المحكمة الجنايات المتوقعة، إضافة إلى قرار اليوم لمحكمة العدل الدولية، كلها تشكل مبررات كافية للمجتمع الدولي بأنه يقوم بعملية حصار اقتصادي، حصار سياسي دبلوماسي على هذا الكيان، حتى يعني يعود هذا الكيان ويوقف عدوانه على قطاع غزة. أنا أدرك تماما أنه القوة الدولية الوحيدة القادرة على لجم إسرائيل ووقف عدوانها هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حتى اللحظة في هناك يعني توافق في المقاربة الأمنية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وهناك أيضا الانتخابات الأمريكية اللي بتخلي بايدن أو تربط يدي بايدن بحيث أنه لا يستخدم أدوات ضاغطة أكثر على إسرائيل، خاصة أنه في هناك حلفاء ما زال في الولايات المتحدة الأمريكية، حلفاء تقليديين قديمين وناخب يميني موجود في الولايات المتحدة الأمريكية يدعم إسرائيل. وبالتالي هذا يشكل عامل يعني مقيد على بايدن وتعامله مع إسرائيل. أنا في سبيل ذلك أنا أعتقد أنه باقي دول العالم وتحديدا العالم الغربي، نعم، وأقصد أوروبا، لأن أوروبا بلش هناك في تغيرات جوهرية حقيقة فيما يتعلق في موقفها من الاحتلال الإسرائيلي. هذا العالم الثالث، العالم الأول في أوروبا والعالم الثالث الثاني، أعتقد أنه يحتاج إلى استخدام وسائل أخرى تبنى على هذه الوسائل الحقوقية. طيب الدكتور بكر البدور، عندما نتحدث اليوم وكما يعلم الجميع بأن المحتل الصهيوني لا يأبه بكل القرارات الدولية وسيواصل عدوانه على قطاع غزة وحتى على محافظة رفح، وبالتالي من سيلزم هذا الاحتلال ربما اتخاذ مثل هذه القرارات والرضوخ لها في ظل كل هذه الضغوط التي تمارس اليوم على حليفه الرئيسي وهو الولايات المتحدة الأمريكية في ظل كل هذه الحماية؟ اليوم نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما هناك بعض الاختلافات كما كان يتحدث عنها الدكتور رائد أبو بدوية الآن فيما يتعلق باجتياح رفح، لكن هذا المحتل لا يأبه لكل اللآت الأمريكية المتعلقة بهذا الموضوع، وبالتالي ما الذي يستلزم اليوم العمل به من أجل وضع حد لهذا المحتل؟
يعني بالعودة إلى كلام ضيفكم الكريم، الآن المجتمع الدولي الذي المسؤول المفترض أن يكون مسؤول عن تطبيق قرار شرعي دولي، خاصة الدول الكبرى الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن. الأعضاء الدائمين الخمسة ثلاث منهم دول غربية، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. الآن معضلة السياسة الأوروبية منذ عقود أنها يعني أصبحت أداة وأصبحت تابعة بشكل كامل لسياسة الولايات المتحدة ولا تختلف عنها كثيرا. المشكلة الأخرى أن الولايات المتحدة ذاتها ومنذ عهد دونالد ترامب تبنت بشكل كامل رؤية وموقف اليمين الإسرائيلي المتطرف، حتى مع قدوم الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو ديمقراطي الأصل أن يكون يختلف، لكن لم يكن هنالك تغير جوهري. الولايات المتحدة هي التي تزود الكيان وحكومته بالأسلحة وبالقذائف الثقيلة التي تزن آلاف الأبطال وتدمر أحياء ومجمعات سكنية ومربعات كاملة فيها. وبالتالي هذه الجهات التي يفترض أن تلزم هي غير مؤهلة أن تلزم الكيان أو أن تضغط عليه. لكن في هذه النقطة الدكتور بكر البدور، وضح قضية ثم انتقل. الآن الجزء الثاني، الموقف العربي، الطرف العربي، الدبلوماسية العربية ما تزال قاصرة ولا تمارس أي ضغوطات لا على الولايات المتحدة ولا على حكومة الكيان. هنالك دول عربية لها معاهدات واتفاقيات مع حكومة الكيان ممكن أن توظفها بالضغط عليه، وهنالك دول عربية بينها تحالفات استراتيجية مع حكومة الولايات المتحدة منذ عقود ولا تمارس أي ضغط عليها، وهنالك اتفاقيات اقتصادية على الدبلوماسية العربية أن تتحرك وأن تبذل ما في وسعها. هنالك دول عربية تعد العدة للتطبيع علاقاتها وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع حكومة الكيان. الأصل أن تضغط في هذا المجال لتحقيق بعض من حقوق الشعب الفلسطيني ولوقف المجازر والإبادة الجماعية عليه، لكن بالخبرة العملية يعني الجهة الوحيدة التي ستضغط على الاحتلال وبقوة كبيرة هي المقاومة الفلسطينية الصامدة على أرض غزة، وهي ما تزال ثابت 8 أشهر من الحرب المتواصلة والإبادة الجماعية، وما تزال هذه المقاومة توقع الخسائر الكبيرة في صفوف الاحتلال وفي جنوده، وبالتالي هي الجهة الوحيدة التي ستضغط على هذا المحتل في وجه في ظل اختلال المعادلات السياسية وفي ظل هذا العرج في الدبلوماسية العربية حقيقة، وفي ظل الانحياز الكامل وفي ظل ازدواجية المعايير الغربية في تعاملها ما بين يعني بين أوكرانيا وما بين القضية الفلسطينية، ما بين تعاملها مع روسيا، عشرات العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا من أجل الضغط عليها في موضوع أوكرانيا، ولم يتحدث أحد عن فرض عقوبات مماثلة أو شبيهة نعم فيها. نعم، في هذا الجانب المتعلق بهذه المواقف الغربية الداغمة للمحتل الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة دكتور بكر البدور، يعني اليوم العالم كله كشف زيف السردية الصهيونية وسقط قناع هذا الكيان الذي كان يتحدث عن حقه في الدفاع عن نفسه وهو يحتل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي اليوم هذه المواقف الأوروبية التي بنيت كلها على زيف هذه الرواية الصهيونية اليوم ألا تجد نفسها في موقف المحرج بعد كل ما يحدث اليوم وبعد أن كشف العالم كل هذه السردية الصهيونية وهذه الرواية التي كان يتغنى بها المحتل الصهيوني؟ لا بد أن ذلك حدث فعلا، الزيف الكبير الذي انكشف على حقيقته. لكن هنالك طرفان في هذه المعادلة، في طرف الشعبي الأوروبي وقد انكشف هذا الأمر بشكل واسع، وتلاحظون الحراكات الشعبية الكبيرة في الشارع الأوروبي، في الجامعات وفي الشوارع وفي القطاعات الحزبية المختلفة والتي ترفض صراحة كل هذا الزيف وكل هذا الادعاء. لكن الحراك الرسمي في هذه الحكومات ما زال، يعني هنالك تحول كبير منذ أن بدأت إسرائيل هجومها المضاد، أصبح هنالك تغير لأنه بسبب حجم الدمار وحجم القتل واستهدافها للمدنيين بشكل فاقع وكبير ومثير، بدأت بعض التحولات، لكن لم يرقى لحد الآن إلى أن يصل إلى نقطة التحول في تغيير المواقف، إلا يعني بعض الاستثناءات البسيطة كما حدث مع بعض الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية. لكن حقيقة ما تزال هنالك فجوة في الدبلوماسية الأوروبية، كما ذكرنا أن الدبلوماسية الأوروبية مرتهنة للسياسة الأمريكية بشكل كبير سواء في بريطانيا أو في فرنسا أو في كثير من الدول الأوروبية، وبالتالي ما يزال هنالك انحياز كبير لحد الآن، لا يوجد رفع للصوت بشكل كبير في وجه هذا المحتل وفي وجه ممارساته، وأن اختلفت فهي نسبية وما تزال دون المستوى المطلوب وما تزال دون النسبة المؤملة.
فلا بد هذه الدول التي تصنف نفسها على أنها دول العالم الحر وأنها تدعم حقوق الإنسان وأنها ترفض العدوان وترفض ترفض ما سمته العدوان الروسي على أوكرانيا، واتخذت العديد من الإجراءات، لكن هنالك فجوة كبيرة جدا وازدواجية معايير كبيرة جدا في التعامل مع القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة. الآن نحن في العقد الثامن من عمر القضية الفلسطينية، وما تزال الأمور تراوح مكانها، وما حتى ما يتحدث عنه في الدبلوماسية الغربية هو يبقى في دائرة الأقوال. لا أحد يتحدث عن فرض عقوبات، لا أحد يتحدث عن إجراءات عملية فيما يتعلق بالضغط على هذا المحتل وحمله على تغيير ما يجري على الأرض على الأقل في قطاع غزة وفي منطقة رفح تحديدا. طيب تفضل بالبقاء معي الدكتور بكر البدور رفقة الدكتور رائد أبو بدوية، سنعود ونواصل هذا النقاش مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أجدد الترحيب بضيفي الكريمين ونواصل النقاش دائما حول قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت قبل قليل ضد المحتل الصهيوني والمتعلقة بوقف كل عملياته العسكرية المتعلقة باجتياح رفح. إذن الدكتور رائد أبو بدوية، الكل كان ينتظر هذه القرارات التي ستصدر اليوم من محكمة لاهاي، لكن رئيس المحكمة لم يتحدث عن وقف العدوان في قطاع غزة واكتفى فقط بمحافظة رفح، لماذا هذا التحفظ؟ لأنه حقيقة أعتقد السبب الرئيسي هو سبب سياسي، خوفا من امتناع الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام الفيتو فيما لو توجهت جنوب إفريقيا لمجلس الأمن، لأنه الأمريكان موقفهم من رفح تحديدا شوي مختلف عن باقي قطاع غزة، فأعتقد الفرصة مناسبة أن يمرر هذا القرار بطريقة جزئية على رفح، ولأنه رفح تحديدا حوالي فيها تقريبا مليون ومليون ونص فلسطيني نزحوا من جميع قطاع غزة إلى رفح، والطلب حتى طلب جنوب إفريقيا كان يتركز بشكل أساسي حول رفح والخطورة الكامنة باجتياح رفح. صحيح هو طالب بطلبات أخرى في وقف العدوان وانسحاب من قطاع غزة، ولكن جوهر الطلب الجنوب إفريقي الأخير كان يتمركز حول رفح، وأنا شايف ان المحكمه اختارت التكتيك الصحيح نوعا ما من اجل ان لا تستخدم الولايات المتحده الامريكيه الفيتو لاحقا فيما لو توجه جنوب افريقيا الى مجلس الامن لاستصدار الفيتو. فاعتقد انه يعني الاعتبارات اللي قامت عليها المحكمه اعتقد هي اعتبارات سياسيه واعتبارات غير سياسيه متعلقه بطلب المتقدم من جنوب افريقيا. طيب الدكتور رائد أبو بدوي، الدكتور بكر البدور، معذرة، عندما يهدد الكونغرس الأمريكي ومسؤولين بالكونغرس الأمريكي رئيس محكمة الجنائية الدولية وحتى رئيس محكمة العدل الدولية بفرض عقوبات عليهم في حال إدانتهم لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو أو حتى في حال طلبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ألا يسقط ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ويسقط معها الديمقراطية التي لطالما تغنت بها؟ لقد سقطت الولايات المتحدة فعليا منذ اليوم الأول في العدوان على غزة، وهي يعني تعطي تفويض كبير لحكومة اليمين المتطرفة في إبادة الشعب الفلسطيني بأسلحة وقذائف أمريكية، فقد سقطت. وهذه الدعاية الأمريكية وهذه الدعاية الغربية فيما يتعلق بالديمقراطية هي توظفها بطريقة واحدة، عندما تريد أن تضغط على حكومات العالم الثالث لتبتز منها مواقف سياسية في ملفات معينة تقول لها أنك حكومات غير ديمقراطية ولا تمارس ديمقراطية. لقد انكشف وجه الولايات المتحدة الحقيقي بقمع المتظاهرات الطلابية السلمية التي يعني التفتت إلى الحق الفلسطيني قليلا وهتفت لفلسطين في الجامعات الأمريكية، وهؤلاء الطلاب هم يعيشون حالة من الصدمة ما بين ما تعلموه في المدارس وهم يصدعوا رؤوسهم بالعدالة الغربية وبالديمقراطية وقيم حقوق الإنسان وما رأوه فعلا ممارسات حكوماتهم، فهؤلاء الطلاب وجدوا أنفسهم في حالة من الصدمة وفي حالة من الانفصام
بين ما سمعوه وتربوا عليه وما شاهدوه من مواقف فعلية. هؤلاء اليمينيون أيضا كثير منهم أعضاء الكونغرس الذين يهددون، ولعل الصيغة التي أشار لها ضيفك الكريم، الصيغة المخففة التي جاء فيها بها إعلان المحكمة، نتيجة الضغوط التي تعرضت لها المحكمة كمؤسسة، تعرض لها للقضاء حتى على الصعيد الشخصي لهم، فخرجوا يعني بصيغة مخففة نوعا ما، تحدثوا عن رفح، وكما قلنا في مقابلة سابقة إذا كانت غزة هي فلسطين الصغير فرفح هي غزة الصغيرة بسبب. لكن هذا التخوف اليوم الدكتور بكر البدور من قبل قضاة محكمة سواء العدل الدولية أو الجنايات الدولية من هذه الضغوط الأمريكية اليوم، ألا يعطي المحتل الصهيوني الضوء الأخضر بمواصلة كل عدوانه وإبادة كل قطاع غزة بما فيه محافظة رفح؟ بكل تأكيد لا يوجد هناك ازدواجية، هنالك خطاب إعلامي يقول بعض المسؤولين الأمريكان حول تحفظهم على بعض الأدوات العسكرية المستخدمة وتحفظهم على بعض الأماكن، لكن حقيقة وراء الأبواب المغلقة هنالك تصريح مفتوح وهنالك تفويض من الإدارة الأمريكية لحكومة الكيان، لحكومة اليمين المتطرف في الكيان، للمضي في جرائم الإبادة الجماعية وفي تصفية حقوق الشعب الفلسطيني والاعتداء عليها والتضييق عليها. تذرعوا بهجوم 7 أكتوبر، فأين الهجوم في الضفة الغربية؟ هذا الجحيم الذي يعيشه، ولعله زميلنا ضيفنا الكريم الثاني يرى بأم عينيه الحياة، طبيعة الحياة والتضييق والحواجز العسكرية والاعتقالات والمداهمات التي لا تكاد تمر ساعة على الفلسطينيين بدونها. لم يكن هنالك أي هجوم من هذه المناطق، لكن هذه هي العقلية الهيمنة وعقلية الاستحواذ على كل شيء، ولا يريدون أن يعطوا أحد أي شيء من حقوقه، وبالتالي هذا كله ظاهر منذ اليوم الأول، يوم نتغير أي تغير جوهري مع ما أشار له الضيف الكريم زميلنا أيضا من تخفيف اللهجة الأمريكية فيما يتعلق بمدينة رفح بحكم تكدس عدد كبير جدا من النازحين الذين نزحوا من مناطق القطاع الأخرى، لكن هذا حقيقة كله كلام كما ذكرنا لا يرقى إلى درجة الأفعال. الإدارة الأمريكية هددت بتعطيل بعض الصفقات أو تأجيلها وعدم إلغائها، لكن لا يوجد من يراقب ذلك، لا أحد يعلم إذا كانت فعلا هذه الشحنات أو هذه الصفقات أرسلت، لكن كل ما نعلم أن كل رصاصة تطلق على الفلسطينيين هي صناعة أمريكية وبعلم الولايات المتحدة الأمريكية وبإقرارها، فهي راضية كل الرضا عما تقوم به دولة الكيان وحكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وضد حقوقه المشروع على أرضه ومصادر حرياته. نعم، وعلى ما يبدو الدكتور رائد أبو ودوية لم تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية فقط بهذا الدعم العسكري وحتى الدبلوماسي، ليصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن ويقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف باختصاص الجنائية الدولية. ما الرسالة التي يريد جو بايدن إيصالها من خلال هذا التصريح، وكيف ربما يتلقاها المحتل الصهيوني الذي لا يزال يصر على مواصلة هذا العدوان؟ يعني هو أمر مضحك نوعا ما، الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تشيد في محكمة الجنايات عندما أصدرت قرار باعتقال بوتين بخصوص الصراع الموجود في أوكرانيا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية هي من قدمت المال اللازم لمحكمة الجنايات الدولية من أجل تنفيذ أو من أجل استصدار قرار بحق بوتين، وكانت تشيد في هذه المحكمة، في هذا الصراع هنا تعتقد أنه غير ذات صلاحية، وأمر مضحك غريب جدا، في تناقض غريب لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه محكمة الجنايات. على كل حال، موقف الحكومة الأمريكية من محكمة الجنايات هو غير مستغرب بالعموم، خاصة في هذا الصراع وخاصة في هذا العدوان على قطاع غزة. يريد بايدن أن يظهر نوع من الدعم لإسرائيل فيما يتعلق في محكمة الجنايات وإجراءاتها. الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضو في ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات، ولا يمكن لها أن تؤثر بشكل قانوني، بقصد هلا ممكن بشكل تهديد، وكما فعل أعضاء مجلس الشيوخ مع بعض موظفين الادعاء العام، ممكن في طريقة غير قانونية، ولكن من الناحية القانونية وأنا بقصد القانون الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضو في ميثاق روما، ولن تستطيع أن تغير ما قام به المدعي العام، ولن تستطيع حتى أن تلغي هذه القرارات في حالة لو صدرت من الغرفة الابتدائية. للعلم فقط، المدعي العام هو أوصى أمام الغرفة الابتدائية للمحكمة، وحتى اللحظة الغرفة الابتدائية في المحكمة لم تصدر الموافقة على هذه القرارات ويتوقع إصدارها.
على كل حال الموقف الأمريكي، إذا سألتيني ما هو السبب في هذه المواقف الأمريكية المتناقضة، من سواء فيما يتعلق في غزة أو فيما يتعلق في رفح أو حتى فيما يتعلق في قرارات محكمة الجنايات، واضح أنه العامل الأساسي الذي يحرك إدارة بايدن حاليا هي الانتخابات الأمريكية واستطلاعات الرأي الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مناش ننسى أنه معظم الجمهور الأمريكي حقيقة هو جمهور يميني يدعم إسرائيل والكيان الإسرائيلي. صحيح أنا بعرف في هناك تغيرات يعني جديدة في المجتمع الأمريكي، الشباب من جهة، شباب الديمقراطي من جهة، الأقليات من جهة أخرى، والأكاديميين من جهة أخرى، ولكن ما زالت الشريحة العظمى في المجتمع الأمريكي أعتقد تدعم إسرائيل وتتحالف مع إسرائيل، وهذا ما يجعل بايدن حقيقة مربوط اليدين ومكبل اليدين أمام ترامب فيما يتعلق في استقطاب هذا الجمهور اليميني. يعني بايدن من جهة هو يريد أن يستقطب كل الأصوات اليمينيين في المجتمع الأمريكي، ومن جهة أخرى يحاول أن يكون متوازن نوعا ما بعدم الضغط على إسرائيل وأن يطالب إسرائيل بالتخفيف من حدة هذا العدوان على قطاع غزة. وزي ما قال ضيفك يعني معظم التحفظات الأمريكية على عملية رفح أو حتى على كل العدوان الإسرائيلي هي تحفظات في مجملها تحفظات إنسانية، بمعنى آخر أنه هناك فعلا تطابق أو تقارب أو توافق أمريكي إسرائيلي فيما يتعلق بالحملة العسكرية وفيما يتعلق بالمقاربة الأمنية الموجودة في قطاع غزة. لا أتوقع بأنه أن يكون هناك تغير جوهري في هذا الموقف الأمريكي. هل ممكن اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية أن تحدث بعض التصعيد في التصريحات السياسية أكثر ضد نتنياهو وما إلى ذلك، ولكن أن يحدث تغير جوهري في هذا الموقف الأمريكي أنا لا أعتقد ذلك. طيب، وفي ردود الأفعال الدكتور بكر البدور المصاخبة لقرارات محكمة العدل الدولية، زعيم المعارضة في الكيان يائير لابيد قال إنه كان من الممكن منع حكم محكمة العدل ولكننا لن ننتصر مع هذه الحكومة، وبالتالي هل سنشهد انقساما داخليا أكثر من الذي هو فيه؟ نحن نشهد انقساما داخليا حقيقيا، لكن هذا الانقسام لحد الآن لا يؤثر على سير المحكمة، على سير المعركة في قطاع غزة، ولا يؤثر على عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقية التي تقوم بها قوات الغزو والاحتلال في قطاع غزة. ما يزال هذا في طور المماحكات والمناكفات السياسية بين أطراف مجلس الحرب وما بين اليمين المتطرف واليمين الأشد تطرفا. كما تعلمون منذ عقود اليمين الصراع على السلطة في دولة الكيان بين اليمين واليمين المتطرف واليمين الأشد تطرفا، وهؤلاء كلهم متفقون على كثير من القضايا في خصوص حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة والاعتراف بها أو الإقرار بها بأي نسبة وبأي صيغة، وبمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة حقيقية ذات سيادة، وكل ما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تشكل مصالح حيوية ومصالح عليا للشعب الفلسطيني هم متفقون عليها. لكن ترتيب الأولويات بين طرف، بين فريق وآخر، ربما يختلف قليلا، لكن الأمور الجوهرية والمحاور الأساسية هم متفقون عليها، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تهم. لكن هنا الدكتور بكر، يعني أليست هذه المواقف المتباينة اليوم في حكومة الحرب في ظل كل هذه التطورات الحاصلة اليوم من الجنائية الدولية وعدل الدولية التي ربما وجد الكيان نفسه محاصرا من كل الجهات، أليست ربما تضغط على بنيامين نتنياهو بالتحديد، لأنه في ظل كل هذه التطورات اليوم نجده يعود إلى طاولة المفاوضات ويتم الحديث عن صفقة التبادل من جديد، وبالتالي أليست كل هذه الضغوط تمارس عليه اليوم؟ لا شك أنه القرار المرتقب للمحكمة الدولية هو يشكل ضغط كبير على دبلوماسية الاحتلال، ويشكل إحراج كبير لدى العديد من الأطراف. لكن المؤمل منه يعني هذا الضغط لا يصل إلى حدود الضغط الكبير. موضوع القرار بالعودة إلى المفاوضات بخصوص صفقة تبادل الأسرى، أعتقد أن ما حركه ليس تلويح أو ارتقاب قرار عن محكمة العدل الدولي، وإنما ما حدث بالأمس عندما بثت المقاومة حديث عن بعض الأسرى وعن ضابط كبير محتجز لدى المقاومة، كانت الحكومة الاحتلال قد أعلنت عن وفاته منذ أشهر واحتمالية وجوده على قيد الحياة، فيبدو هذا سيزيد من تصعيد وسيزيد من حراك أهالي الأسرى الموجودين لدى المقاومة. وبالتالي أعتقد أن المحرك الأساسي في هذا
في هذا الموضوع هو هذا الموقف الذي حدث. المسألة الأخرى أيضا موضوع حتى المؤسسات الدولية ما دامها تخضع للموازين القوة وتخضع لموازنات بين قضايا، يعني حتى الحديث عن اعتقال قادة المقاومة هو مساومة بين الجلاد والضحية. المقاومة هي تمثل شعب معتدى عليه، أرض محتلة منذ 8 عقود، وأنت تساويهم بقوة احتلال غاشمة دمرت الشجر والحجر وقتلت النساء والأطفال والشيوخ، ولم تبقى أي من معالم الحياة إلا واعتدت عليه ودمرته في قطاع غزة، وتساوي بين هؤلاء وبين هؤلاء. فهذه عدالة عرجاء، لأنها تخضع لموازين مختلفة، موازين القوة وتوازنات معينة، حتى أنها تخرج بصيغة تقبل بها بعض القوة. وبالتالي لابد أن القرار بالنهاية لابد أن له انعكاسات على الساحة السياسية وعلى الانقسامات الموجودة في حكومة الاحتلال وفي مجلس الحرب، لكن لحد الآن لا يوجد مؤشرات على أنها ستؤدي إلى انفصام معين بحيث ينسحب بعض الأطراف من المجلس، أو تؤثر بشكل فعلي على مسار هذه الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة. طيب الدكتور رائد أبو بدوية، من وجهة نظرك بين الضغوط الدولية اليوم وبين الفشل العسكري والهزائم والانتكاسات المتتالية لهذا المحتل الصهيوني، لماذا عادت حكومة الحرب من جديد إلى طاولة المفاوضات؟ يعني خليني أتفق وأختلف مع ضيفك، أختلف معاه أنه فعلا هذه الضغوط الداخلية تؤثر فعلا على قرارات نتنياهو. الضغوط الشعبية سواء من أهالي الأسرى الإسرائيليين تتصاعد أكثر وأكثر، هناك أيضا ضغوط شعبية من أهالي الجنود، خاصة شفنا كيف الفيديو اللي وزعته حماس حول قائد فرقة القطاع غزة، والذي بعث رسالة واضحة للمجتمع الإسرائيلي أنه حتى الحكومة الإسرائيلية هي غير مكترثة حقيقة في الأسرى المدنيين وحتى الأسرى العسكريين. أعتقد هذا الحراك الشعبي إضافة إذا أضفنا إليه الانقسام السياسي الموجود ما بين لبيد بالخارج وما بين مجلس الحرب من الداخل. مجلس الحرب أيضا يعاني من انقسامات. غانس وايزنكوت هددوا أنه خلال فترة إذا لم يقم نتنياهو بإجراء صفقة أو حتى تهديدات بأمور أخرى أنه سينسحب من مجلس الحرب حتى داخل حزب الليكود. يعني شفنا الخلاف العلني اللي خرج إلى وسائل الإعلام ما بين رئيس الوزراء وما بين وزير حربه اللي بتعلق بحكم قطاع غزة والسيطرة العسكرية على قطاع غزة. طبعا أضف إلى ذلك عوامل أخرى متعلقة بالاقتصاد واستنزاف الاقتصاد وما إلى ذلك. أعتقد كلها عوامل ضغط داخلية فعلا هي المحرك الأساسي لموقف نتنياهو وتغير هذا الموقف. شفنا كيف مجلس الحرب قبل يومين أعطى فسحة وأعطى ليونة أكثر لمجلس أو لفريق المفاوضات الإسرائيلي حتى يقوم بالتفاوض مع حركة حماس. حسب تسريبات وسائل الإعلام الإسرائيلية بيقول إنه هذا التغير في الموقف مجلس الحرب كان متعلق بموضوع الاستدامة أو الهدوء الدائم، ما سمى مجلس الحرب الهدوء الدائم، يتجنب نتنياهو الحديث عن وقف الحرب ووقف العدوان إنما يتحدث عن هدوء دائم، ويقال إنه سمح له فريق المفاوضات التفاوض مع حركة حماس حول الهدوء المستدام في المرحلة الثانية. على كل حال بغض النظر هي صح أو لا، ولكن بعتقد أنه هناك في تغيرات كانت بتصير في الموقف الأمريكي، في الموقف الإسرائيلي وموقف الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق في إجراء الصفقة ووقف العدوان، لأنه كل هذه عوامل تضغط على نتنياهو. إضافة طبعا العامل الدولي، الضغط الدولي ومحكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية والمواقف الأوروبية. حقيقة الاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا بداية مسلسل ستشهد معظم الدول الأوروبية لاحقا، وهذه أدوات ضغط سياسية أيضا. هذا يشير للمجتمع الإسرائيلي بأن هناك في فشل واضح للسياسة الخارجية الإسرائيلية من نتنياهو، يفشل في إدارة السياسة الخارجية فيما يتعلق في الرواية الإسرائيلية وما يتعلق في أوروبا والساحة الأوروبية والوسائل الحقوقية الأخرى. أعتقد كله على بعضه رح يجبر نتنياهو بالنهاية أن يقرر طريق معين واضح فيما يتعلق في إنهاء الحرب. هلا نسميه إنهاء الحرب هدوء مستدام، أعتقد أن الإسرائيليين في مأزق أكثر ما تكون في المقاومة في مأزق. حقيقة الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وخسائره هي اللي في مأزق أكثر من المقاومة. طيب الدكتور بكر البدور، هل ترى اليوم في ظل كل هذه الضغوط الدولية بأننا أمام فرصة جديدة من أجل هذه المفاوضات، أم أننا أمام مناورة أخرى من قبل بنيامين نتنياهو وإضاعة المزيد من الوقت؟ هو هناك ما أشرنا له قبل قليل
موضوع الانقسامات الداخلية وموضوع الفشل العسكري وموضوع الإخفاقات، هذه كلها تشكل حلقات ضاغطة على حكومة الاحتلال وعلى مجلس الحرب. وبالتالي ربما يكون القرار المحكمة أو الأمر الذي ستصدر المحكمة هو فرصة يمكن استثمارها، خاصة أن موضوع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصلت إلى طريق مسدود، لا يوجد أي تحقيق الآن. نحن دخلنا في الشهر الثامن من الحرب، كل الأهداف الكبرى التي أعلن عنها لم يتحقق منها أي شيء. محاولة إنقاذ جثمان أحد الأسرى كلف 100 جندي بين قتيل وبين جريح وبالتالي الحرب دخلت إلى مرحلة الاستنزاف. الآن جيش الاحتلال هو مستنزف في قطاع غزة، العمليات النوعية التي توجهها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في مختلف المناطق في الشمال وفي الجنوب وفي رفح هي عمليات قوية جدا ومؤثرة، ومن شأنها أن تنعكس على معنويات وعلى أداء الجند الغازي المحتل، خاصة هؤلاء يدافعون عن أرضهم وعن شعبهم وما بين جمهورهم، وهؤلاء خرجوا لارتكاب المجازر ضد مجازر الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي لا بد أن تستثمر هذه الفرصة. كما ذكرت أنا قبل قليل موضوع الدبلوماسية العربية يمكن أن تبني على هذا القرار الذي صدر أو سيصدر عن المحكمة، وتوظف في سبيل وقف هذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني منذ 8 أشهر، فهو يعني فيه بعض الفرصة يمكن إذا أحسن استثمارها من الأطراف الفاعلة. وبالتالي إشكالية القرار نفسه، بالرغم من أنها المحكمة هذه المحكمة قراراتها باتة وقاطعة وملزمة، لكن هي لا تمتلك أدوات تنفيذ. الآن إذا بدنا ننفذ قرار المحكمة بدنا نروح لمجلس الأمن، الأصل أن هذه القرارات تنفذ تحت الفصل الثالث أو تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكن من الذي سيقوم؟ بالتالي نحن أمام فيتو أمريكي جديد، إلا إذا صيغ يعني المشروع بصيغ مخففة جدا بحيث تمتنع على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت ضد القرار أو تقبل به على مضض إذا كان بالصيغ المخففة، وكان متمركز حول الحديث حول منطقة رفح تحديدا دون الإشارة لما يحدث في قطاع غزة. طيب الدكتور رائد أبو بدوية، ما أثر كل هذه الضغوط وما يحدث اليوم من تحولات وتغيرات على المستوى العالمي على مسار الحرب على قطاع غزة؟ حتى اللحظة للأسف لا شيء. الموقف المؤثر الوحيد هو الموقف الأمريكي، فأعتقد أنه كل اللي بيصير سواء من وسائل حقوقية قانونية وغيرها بعتقد للأسف الشديد مش قاعد بيأثر على وقف العدوان على قطاع غزة. هل الأدوات هاي الحقوقية والأدوات السياسية، أنا بقصد في الحقوقية محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية والوسائل السياسية حتى موضوع الاعتراف في الدولة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي، هذا قد يكون له يعني تأثير على المدى المتوسط والبعيد على الصراع وحل الصراع من جانب، ولكن لن يكون له للأسف الشديد أثر مباشر على موضوع وقف العدوان على قطاع غزة. وقف العدوان يقتضي تدخل وموقف واضح من الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى اللحظة لا يوجد هناك بوادر فعلا في الولايات المتحدة الأمريكية ستأمر إسرائيل بوقف هذا العدوان. طبعا وواضح أنه إسرائيل بدون الولايات المتحدة الأمريكية وأسلحتها ودعمها ومظلتها السياسية لن تستطيع الاستمرار في العدوان على قطاع غزة. فالوحيد القادر على وقف هذا العدوان حقيقة هو الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، والعنصر الأهم من الولايات المتحدة الأمريكية بعتقد اللي هي عناصر الضعف الداخلية الإسرائيلية اللي ذكرناها قبل شوي، كل ما يتعلق بالخلافات الداخلية والإنهاك الإسرائيلي الداخلي المجتمعي السياسي والاقتصادي، بعتقد كل هذا ممكن يساهم في وقف العدوان على قطاع غزة. ولكن هنا الدكتور رائد أبو بدوية، لماذا لا تطلب الولايات المتحدة الأمريكية بوقف هذا العدوان؟ ما مصلحتها من هذه الحرب التي تستمر لغاية أو لأكثر من 8 أشهر على القطاع وعلى العزل والأبرياء والمدنيين الفلسطينيين؟ إسرائيل حليف للولايات المتحدة الأمريكية، وبعتقد أنه الأمريكا تتفق مع إسرائيل فيما يتعلق في ضرب حركة حماس وإنهاء حركة حماس. صحيح ممكن يختلف في سقف الأهداف، هذلاك بدهم إنهاء وجود حماس، هذلاك بدهم تقويض حكم حماس، هذا موضوع آخر، ولكن أعتقد هناك في يعني مصالح مشتركة إسرائيلية أمريكية فيما يتعلق في مهاجمة حركة حماس. هل الاختلاف اللي بينهم يجوز اختلاف متعلق بس في موضوع آلية الضرب قطاع غزة، موضوع الضحايا المدنيين وعدد الضحايا المدنيين وإدخال المساعدات وما إلى ذلك، ولكن إسرائيل حليف استراتيجي
للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وبالتالي الولايات المتحدة لن تتخلى عن حلف هذا الاستراتيجي، ولن تتخلى ولن تترك إسرائيل لوحدها في مواجهة لا حركة حماس ولا غيرها حقيقة. يعني شفنا كيف أول بداية 7 أكتوبر حركت أمريكا بوارشها إلى المتوسط تهديدا وإرسال رسالة سواء لحزب الله أو لحتى إيران فيما يتعلق في اللي صار في الأحداث اللي صارت في المنطقة. أعتقد هناك يعني مش تخلي، هناك حلف استراتيجي قوي جدا ما بينهم. يعني أنا أعتقد إنه إسرائيل هي قاعدة أمريكية متقدمة في الشرق الأوسط. طيب، وفي هذه النقطة وفي ظل هذه الحماية الأمريكية للمختل الصهيوني، الدكتور رائد أبو بدوية، في حال لم تلتزم أو يلتزم المختل الصهيوني بقرارات العدل الدولية، بما أننا نتحدث عن أن أمريكا ستحميه فعلا وستشهر الفيتو الأمريكي في حق كل ما يكون في صالح القضية الفلسطينية، ما الخطوة المقبلة، ما الإجراءات التي ستقدم عليها العدل الدولية في هذه الحالة؟ الوسائل الحقوقية والقانونية أختي الكريمة في المجتمع الدولي تقريبا انتهت، استخدمنا معظم الوسائل، محكمة العدل الدولية من جانب، محكمة الجنايات في صدد إصدار أوامر اعتقال، هلا ممكن تصدر أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين سياسيين وعساكر آخرين في الجيش الإسرائيلي، ولكن القانون الدولي حتى اللحظة والقضاء الدولي حتى اللحظة يقف عند حده. المفروض أن تستخدم فيما بعد أدوات اقتصادية تجارية سياسية دبلوماسية دولية من أجل تنفيذ هذه القرارة، ومن أجل فعلا لجم الكيان الإسرائيلي وإجباره على الخضوع لقرارات القضاء الدولي وقرارات المجتمع الدولي. وحتى اللحظة مش شايفين في تحرك، وهذا اللي أشار ضيفك في بداية الحلقة، حتى اللحظة للأسف الشديد الدول العربية ولا حتى دول يعني كثيرة لم تستخدم كل ما بجعبتها حقيقة من أجل الضغط، مش بس على إسرائيل، الضغط على إسرائيل والضغط على حلفاء المصالح لحلفاء إسرائيل، أنا بقصد الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الأوروبيين. يعني هناك تحركات دبلوماسية اقتصادية سياسية بجميع الأصعدة يحتاج العالم الثاني والثالث، واستغلال الفرصة الموجودة حاليا في الاتحاد الأوروبي، لأن هناك في بعض الدول تعبر عن رغبتها في حقيقة في موضوع إنهاء الاحتلال وما إلى ذلك. هذا الحراك اللي احنا محتاجينه حاليا، لأنه القانون الدولي تقريبا استنفذ كل الأدوات الممكنة، والقانون الدولي لا يوجد هناك آليات تنفيذ قسرية ضد إسرائيل أو ضد أي دولة أخرى في القانون الدولي. نعتمد بشكل أساسي على الإنفاذ على الأدوات الأخرى الاقتصادية والعسكرية والسياسية وما إلى ذلك. طيب الدكتور بكر البدور، إذا استكمالا لما تحدث به الدكتور رائد أبو بدوية من الوجهة القانونية، وبأنه ليست بيد محكمة العدل الدولية باليد حيلة من أجل وقف هذا العدوان ووقف آلة الحرب الصهيونية على قطاع غزة، إذا من وجهة نظرك هل سنشهد مزيد من التغول الصهيوني وحرب الإبادة التي يؤكد المختل الصهيوني على مواصلتها، ومن خلال هذه التصريحات التي تقول بأنه لا قوة في العالم يمكنها أن توقفنا؟ هو هذا إعلان، هذا كلام، لكن بالنهاية هنالك العديد من الضغوطات تطوق عنق حكومة الاحتلال، حكومة ومجلس الحرب، منها الضغوط الشعبية المتصاعدة، منها موضوع الخسائر الكبيرة التي يتلقاها يوميا الجيش المهاجم لقطاع غزة على يد المقاومة الفلسطينية، منها موضوع الثمن الاقتصادي الباهظ. الآن أي اقتصاد بحاجة مهما ضخ به من دعم خارجي، إذا لم يكن هنالك أدوات داخلية من هذا الاقتصاد تحركه لا يمكن له أن ينهض، وبالتالي هم يدفعون ثمن عدوانهم على قطاع غزة بشكل كبير، تعطل معظم أدوات الاقتصاد، هنالك قطاعات فقدت 90% من دخلها أو من عملها بشكل فعلي على الأرض، هنالك تظاهرات أهالي الأسرى خاصة مع نفاذ الوقت، هناك عدد منهم يتعرض للقتل بغارات إسرائيلية وبيد جنود الذين يفترض بهم أن يخلصوهم من الأسر أو أن يحرروهم، هناك جملة من هذه الضغوط كلها تشكل عوامل ضاغطة مع استمرار عمليات المقاومة وضغطها. لكن هذا الكلام الذي يوجه بعض المسؤولين في حكومة الكيان وفي مجلس الحرب هو لدغدغة عواطف اليمين الأشد تطرفا، لكن هناك عوامل ضاغطة ستقود بشكل حتمي لوقف هذه الحرب، لكن بظل عامل الوقت، ما هي المدة التي ستستمر؟ أصلا الاستراتيجية الكيان لا يوجد في قاموسها الحرب طويلة الأمد، لكن هم على أمل أنهم أن يحطموا المقاومة الفلسطينية وخاصة حركة حماس،
تجاوزوا على هذه طيب القاعده، وبالتالي كان الثمن كبير جدا في التمادي في هذه الحرب طيب الاستمراريه. أشكرك جزيل الشكر إذن من عمان الباحث في العلاقات الدولية الدكتور بكر البدور، وأشكرك جزيل الشكر من نابلس أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد أبو ودوية على المشاركة معنا في هذه التغطية الخاصة. مشاهدينا إلى أن ألقاكم، دمتم بخير.